دي كدابة. بس انت خلي صاحبك يكلم، ما هو السبب انها علت السعر علينا، لازم يصلح غلطته. غلطته؟ صباح الفل يا سيكا. اهلا. وكمان مقموس ليك حق، ما انت بتزعلني وكمان بصالحك، شفتش لاز اكتر من كده؟ هو مين جوه؟ امي. فين؟ قاعده بتتفرج على التلفزيون. قولي بقى يا سيد، انت ايه اللي مغيرك من ناحيه الشقه دي؟ يا اخويا زغنا على الشقه دي غرفه 60 داهيه، بس ما تعملش كده ولا تعمل في نفسك كده خالص. في ايه؟ يعني لو قلت لك مش هتعملي لي شبوره عكننه وتنكدي عليا وتخليني امد ايدي عليكي؟ انا يا سيد مش هعمل حاجه خالص. هتفهميني؟ طبعا. طب احلفي. طب ورحمه امي ان شاء الله يا رب يفرمني ترمايه، ما انا عامله حاجه. انت كدابه يا بت. ترمايه ايه؟ انت بتشتغليني؟ هو في ترميات دلوقتي بتحلفي عشان تبقي في السليم؟ ها لا، عايز تحلفي بجد بقى قولي ان شاء الله يفرمني متر الانفاق. طب ورحمه امي ان شاء الله يا رب يفرمني متر الانفاق بتاع عبد العزيز فهمي والنزهه والمرغني، ما انا عامله حاجه. وانت ايه اللي هيوديك مصر الجديده من ورايا؟ لا 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 بتضحكي عليا، احلفي يفرمك متر الانفاق اللي هو بتاع شبرا بتاعنا. طب ويا رب يفرمني متر انفاق شبرا، ما انا عامله حاجه. قول يا سيد بقى. بصراحه عاطف كان شايف الشقه قبل مني، وانت عارف عاطف بيكبر في السن وانا نفسي اشوفه متجوز وخلاص يعني، فانا سبت له الشقه. بتقول ايه؟ سبت له الشقه. يا لهوتي الحقيني الحقيني يا مسيد، شوف ابنك ابن المجنونه. يا لهوتي ما تحلفش واحده ست ابدا. عايده اهلا وسهلا، اتفضلي. عايزاك في كلمتين على الفراغ. لا مؤاخذه يا اختي. خير عايده؟ انت خير عايز منها ايه؟ حرام عليك، اتقل الله فينا شويه. انت مستكتر على سيد حته الشقه اللي هنتجوز فيها؟ ده انت حتى متوظف وربنا فارجها في وشك. اداني حته ميزان غلبان، اتقل الله فينا بقى شويه. حرام عليكم حرام عليكم. ايه بس تقولي ده؟ الشقه دي بتاعتنا واحنا اتفقنا عليها وتقريبا خدناها. ايه اللي هتقعدوا تسكنوها ولا تتهنوا بيها يا بعيد؟ لا مش كده عادي. يلا يا عاطف انا مش عارفه اتكلم مع واحده شرشوحه زي دي. لا لا مش بالدرجه دي. اي 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 انا ما غلط كده عايزه بتري يخرب بيها كنت بقول له جاي فيا انا. يا عايزة عايز كده. اه كده يا بنت عايز كده. امي اي اي عايزة البنت يخرب بيها عايزة بنت عايزة بنت عايزة بنت عايزة بنت عايزة اللي بتعمليه ده؟ وقف هنا. ايه اللي بتعمليه؟ تصدقني كان قلبي حاسس انك هتعملي كده. خلاص انت لازم تقطع ده علاقتك بنفس الواطية دي. قول واطية يا بنت. بس واطية؟ هي مش هترد عليها يا عاطف؟ انا ممكن ارد عليها بس مش عايز اتكلم عشان وقفتك. اصل عايده اصل انت لسه هتقول لي اصل؟ عمال اتلبخ وتقول لي اصل؟ قدامي قدامي. اسمع بس يا سيد. تعالى هنا، انت رايح فين؟ ايه ده؟ دي عمايل دي؟ عاجبك اللي عملته خطيبة تلميذك النجيب بتاع المزيكا ببنتك؟ اللي عملته خطيبة تلميذي النجيب هو نفس اللي عملته بنتك مريم. ليه؟ هو انا اللي رحت لها وضربتها؟ لا بس انت تمسكتي بالشقه بنفس منطق الانانيه. تقدري بقى تقولي لي ايه الفرق اللي بينك وبينها؟ يا خساره يا ماريه، كنت فاكره غير كده. انت برضو جاي على البنت؟ ده بدل ما تهزق سي سيد اللي انت فتحت له بيتك وفي الاخر بعت خطيبته بهدلت بنتك؟ من هنا ورايح لاشكال دي ما تخشش البيت. شوف يا بنتي، انا راجل مش متدين زيك. انا حياتي كلها ذنوب واخطاء وبلاوي، لكن اسمحي لي اسالك يعني بصفتك تفهمي في الحاجات دي اكتر مني. هل ده اللي اتعلمناه على دين السيد المسيح؟ انت بتعملي ايه بابا؟ الشقه دي من حقي وانا اللي شفتها الاول وانا اللي هاخدها. وهو برضه خطيبته من رايها ان هم اللي شافوا الشقه الاول. والسؤال هنا بقى مش مين اللي شاف الشقة الأول ومين اللي شافها التاني، السؤال هو مين اللي بيحب أكتر من التاني، مين اللي عنده استعداد يضحي أكتر من التاني. للأسف يا بنتي إحنا في زمن الناس بتفتكر الإنسان اللي بيضحي ده إنسان عبيط أهبل ضعيف. ليه أنا اللي أضحي؟ ليه انا دايما اللي لازم اضحي؟ لان يسوع علمنا كده. يا تسوني ماري، يا خادمة الكنيسة، يا اللي بتعلمي ولادنا في مدارس الاحد اصول الدين والاخلاق، ولو ان كل الناس لو عملت زيك الدنيا دي هتبقى غابة وحوش بتاكل في بعضيها. انا عمري ما باخد الحاجة اللي نفسي فيها، كل حاجة في حياتي مش عجباني، دراستي ما كانتش عجباني، شغلي مش عاجبني، هتجوز جوازة مش عجباني، واخدة واحد ضال ومش عارف يعمل حاجة. يا بنتي يا
بنتي كده انت بتظلمي نفسك يا مير. يا ماما يا ماما صدقيني خطيبك بيحبك اكتر من روحه، بس انت مش حاسه. تعرف انت مش حاسه ليه؟ لانك طول عمرك بتاخدي ما بتديش. عمرك يا ميري ما هتشعري بالسعاده اذا لما تبتدي تدي يا بنتي. وعلى فكره سيد اتصل من شويه وهو بيعتذر عن اللي عملته خطيبته، وبيصر ان الشقه تكون من نصيب بنتك وخطيبها. ده بقى سيد، سيد اللي انت عايزه تطرديه يا هانم. اه يا خبتي يا بختي الاسود يا بختي الاسود. احنا هنقعد نلطم كده طول النهار؟ بص الكلام اللي انا قلته ده كلام نهائي ومفيش راجعه فيه. انا ذنبي ايه يا سيد؟ حد قال لك ليكي ذنب؟ تعمل فيا كده ليه؟ يرضيكي يا خالتي؟ يا لهوي ياما يا لهوي ياما. بس يا حبيبتي بس يا حبيبتي كفايه على عيني يا بنتي. انا حاسه بيك، انا كمان كان نفسي افرح بيك انت وسيد. يرضي مني رب ده، يرضي مني ده، يرضي ربنا بعد ما تقدر الاقي الشقه تضيعها بكل سهوله. يا بنت ماشي بقى عملت ايدي عليها ياما. معلش يا ابني معلش يا حبيبتي، المعروف ما بيروحش ابدا، وان شاء الله ربنا هيكرمكم وتلاقوا غيرها. المشمش ان شاء الله يا خالتي. ده مش هين عليه زعلي، ده مبقي صاحبه عليا. يرضي مين ده يا رب؟ يرضي مين؟ احضرنا يا ابو سيد، عايده هتموت نفسها من العياط. حرمان يابا. جمعا يا ابني. شوفي يا بنتي، اللي ملوش قديم ملوش جديد، وعاطف ده صاحب ابن سيد من 30 سنه، واللي يبيع صاحبه يا بنتي ملوش امان، يتخاف منه. بس انا ابن سيد راجل جدع ويعرف الاصول طول عمره، ولو خالف اللي في قلبه مش هيقدر يساعدك، وهيفضل الذنب راكبه ومعكنن عليه عيشته وعيشتك انت كمان. ويظهر يا بنت ان الشقه دي مش رزقكم، ما هي شقه ارزاق. يا سلام عليك يا ابو سيد، كلامك كله حكم بصراحه. ده اخر كلام عندي. 30 يعني 30، ما يقلوش مليم. ايه رايكم اكلم صاحب البيت تخلصوا معاه؟ ماشي. دقيقة واحدة أكلم صاحب البيت. عاجبك كده؟ يعني لو كان صاحبك كلمها ما كانش حصل؟ ما كلمها يا ميري، صدقيني كلمها. أستاذ عاطف لو سمحت تليفون. أنا قاعدة. صاحب البيت على التليفون، اتفضل. أهلاً وسهلاً. ما تخافيش يا حبيبتي، الشقة بتاعتكم والله لو جاني فيها ايه ما حديها لحد غيركم. انا والمسيح قلبي اتفتح لكم من اول ما شفتكم. صاحب البيت عايز لوحده 15,000. بسيطة، مدام الشقة عجباكم ما تفرقش. ما تفرقش؟ تفرقش ازاي يا مدام؟ اذا كان في الاول كانت ب25 وبعد كده بقت ب30 ودلوقتي ب32.5. طب واخرتها؟ طب براحتكم بقى، عن اذنكم الشاي على النار. ميري ميري، الحكايه عماله تتكحل. انا حاسس ان ده ذنب سيد، احنا ظلمناه. ما تجيبليش سيره الجربوع ده ولا شاشوح خطيبته. عليه بتروح. وبعدين انا هكمل المبلغ ده منين بس؟ تطلب سلفه من الشغل. ايه؟ سلفه تاني؟ عاطف عاطف ايه ولا مالك سرحان كده ليه؟ عملت ايه في موضوع السلفه؟ مفيش فايده، رفضوا ادوك السلفه؟ ايوه. انت كنت راح تستلف بالبلوفر ده؟ اصله ما حاجه بتاع سلف ده خالص. هو ده وقت الزهر برضه يا سيد، الزهر خلاص، الشقه دي هتضيع مني. لا ما تقولش كده، بعد كل اللي عملناه ده وتقول لي الشقه هتضيع؟ لا ان شاء الله الشقه دي مش هتضيع منك، الشقه دي لازم تاخدها، يعني لازم تاخدها. اخدها ازاي بس يا سيد؟ اجيب منين؟ طب ده انا امي باعت غوايشها كلها، وسهام اديتني الفلوس اللي بيبعتها لها جوزها من الكويت. طب ده حتى تيتا اديتني فلوس كفنها. انا طلبت من ميري، تخيل يا سيد، رفضت حتى تعرض الموضوع على ابوها، قالت لي كفايه عليك الجهاز اللي الله يسويه. يا صباح الفل والجمال، يا صباح الخفه والدلال، وحشتيني يا عيني. ممكن توريني القميص الاحمر المخرم اللي هناك ده؟ مفيش اخرام اوسع من كده.
وما تنسيش تلفهولي هديه عشان هديله واحده حلوه قوي. ايه ده؟ ما شاء الله ما شاء الله 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 الله. ايه ده؟ ده يبقى عليك عسل يا ابيض، انت مجنني.